من أول من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ اختلفت طرق إلقاء التحية من أمة لأخرى، فمنهم من كانت تحيته بالانحناء أو بالإشارة بالكف أو بالكلام، وقد اختار الله سبحانه وتعالى للمسلمين تحية السلام بقولهم السلام عليكم، وهي أعظم تحية في التاريخ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عليها، على عدم رد السلام بتحيات الأمم الأخرى. أول من قال السلام عليكم هو آدم عليه الصلاة والسلام، وقد جعلها الله تحيته وتحية ذريته من بعده. وجاء في الحديث الشريف أن الله لما خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس، فقال الحمد لله، فقال له ربه رحمك الله يا آدم، وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال هذه تحيتك وتحية بنيك. السلام من التسليم، وهو السلام من أي مرض أو أذى، فعندما يحيي المسلم أخيه المسلم بالسلام بالسلام عليكم كأنما يدعو له بالسلامة والعافية، كأن يقول له حفظك الله ورعاك. والسلام أيضا اسم من أسماء الله الحسنى، وبه يلقى المسلم التحية على أخيه المسلم ويخبره أنه سالم منه ولا خوف عليه. وقيل إن السلامة لا توجد إلا في الجنة، لأن السلام الدائم التي لا تنقطع لا تكون إلا في الجنة، حيث لا مرض ولا سقم ولا موت ولا فقر، وبهذا فقد يكون المقصود بها هو الدعاء للمؤمن بأن يكون من أهل الجنة، لقوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم. ما هي فضل تحية الإسلام؟ إفشاء السلام بين الناس يقرب بينهم ويؤلف بين قلوبهم ويزرع المحبة والطمأنينة والأمانة بين المسلمين، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على إفشاء السلام بينهم لقوله أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فمن حق المسلم على المسلم أن يرد السلام عليه، وأن يبدأ من يلاقيه بالسلام. يثاب المسلم بعشر حسنات على كل جملة من جمل السلام، ومن يجئ به كاملا فله 30 حسنة. ومن آداب إلقاء التحية في الإسلام ردها بأحسن منها أو بمثلها، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيجب على المسلم أن يرد التحية وإلا كان آثما. يعد السلام من خير الأمور في الإسلام، فيروى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن أفضل الأمور في الإسلام، فقال له تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.